بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمته وبركاته ورضوان. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى يلفت نظرنا أن الرقي في متناول الجميع على صعيد الثقلين، لكن الذي يشغل الناس هو تقديرهم لبعضهم البعض. هل هذا اللي طالب شغل هل هو في مستوى أم لا، ويمر بامتحانات وروائز ويدققون ويعودون التدقيق. أما فيما يخص علاقتهم فيما يحب ربي أو يكرهه لا يهمهم الأمر ويؤمن به أبدا. ولكل درجات مما عملوا، ليعلموا أن مهما كانت الأشياء دقيقة ورقيقة وخفية الله عالم بها ويعطيك أجرك ولا يظلمك في شيئا أبدا. لا يحفي ربي سبحانه وتعالى أي أحد منا فيما عمل من خير أو شر. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. يا الله، كيف تريدوه غافل وهو الخالق وهو العليم وهو المدرك لكل شيء وهو المحيط بكل الأشياء في الدنيا والآخرة من أنسها وجنها وجنتها ونارها. وربك الغني ذو الرحمة. واعلم يا رسول الله عليك الصلاة والسلام أن الله غني لا يحتاج إلى سواه. ذو الرحمة وهو دائما ما معروف برحمته، رحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم نهما. إن يشاء يذهبكم. وربي لو أراد أني من يسحتكم للدنيا ويقضي عليكم بما صنعتم وقدمتم من سوء فعال، إن يشاء يذهبكم، أنا يبيدكم ويرسل عليكم طير أبابيل ويرسل عليكم من نيران البراكين، إن يشاء يذهبكم ولا براثيم من كل لون وكل فن يللن، إن يشاء يذهبكم ويستقبل من بعدكم ما يشاء ويجعل من بعدكم ورثة لا يصنعون ما صنعتم من سوء آداب وقبح فعال ويستخلف من بعدكم ما يشاء، لأن له الخيار لا لنا الخيار، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما أنتم كنتم أنا وردتم من سبقكم بعد أن قضي عليهم بالخير أو بالشر. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. واللي يوعد بي ربي لابد أن يتم، لأن الله ليس هناك صادق مثله سبحانه وتعالى. هل ينبئك مثل خبير، ومن أحق بالصدق من الله سبحانه وتعالى. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي لن تفروا من تحت قبضة الله أو من تحت علمه وحسابه، ولن نستقدم ولن نستأخر شيئا مما قدر لنا. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. شوف التحدي، أعملوا ذلكم، أنا نعمل المطلوب مني وأنتم تحبوا ماذا تحسيروا وتحملوا مسؤوليتكم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. كل واحد منا له كما تقول أنت في السوق ما يذوق، أنتم سوقكم شيطانية، أنا سوقي رحمانية والحمد لله، وتجارتي رابحة وتجارتكم خاسرة بائرة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، وسيأتيكم خبر الفائزين والساقطين، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وهذا ربي قدر على المفسد لا يفلح أبدا. والسلام على من اتبع الهدى.